وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة. وشنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. تتواصل الجهود الأمنية لضبط كافة المخالفات التي تضر بالبيئة وجرائم غش السلع بكافة أنواعها. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وخلال حملات أمنية شنتها بنطاق مديرية أمن القليوبية من ضبط 7 مصانع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية والمخصبات الزراعية والمنتجات البلاستيكية والثلج، بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 288 طن أعلاف حيوانية ومخصبات وأسمدة زراعية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و72 طن مواد بلاستيكية مجهولة المصدر، و1500 لوح ثلج مصنع من مواد مجهولة المصدر. وخلال حملات شنتها الإدارة بنطاق مديريتي أمن القليوبية والشرقية تمكنت من ضبط 4 مصانع بدون ترخيص للمواد الغذائية والأعلاف الحيوانية والمبيدات الحشرية والمنظفات المنزلية، بداخلهم قرابة 79 طن أعلاف حيوانية ومواد خام مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وأكثر من 28 طن مواد خام ومبيدات حشرية مغشوشة ومقلدة، و28 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، وأكثر من 2 طن مواد خام منظفات منزلية مجهولة المصدر. كما نجحت الإدارة في ضبط مخزن بدون ترخيص للمواد الكيماوية بالشرقية بداخله قرابة 20 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر. وأسفرت حملات الإدارة بنطاق مديرية أمن الجيزة عن ضبط 6 مصانع وشركة بدون ترخيص للأسمدة الزراعية والكيماويات والمواد البلاستيكية والمنظفات الصناعية والمستلزمات الطبية، بإجمالي مضبوطات بلغت نحو 105 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، و9 أطنان مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، و11 طن ونصف منظفات صناعية وبلاستيكية مجهولة المصدر، و41 طن كيماويات بناء مجهولة المصدر، و14 طن غازات صناعية مجهولة المصدر. وفي مجال حماية الثروة السمكية شنت الإدارة حملة مكبرة ببحيرات المنزلة ومريوت وإدكو، أسفرت عن ضبط 258 قاضية تعدي على تلك البحيرات وصيد بدون ترخيص وصيد مخالف، وتم إزالة عدد من المخالفات. وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية تم ضبط 27 قاضية تعدي على نهر النيل والمجاري المائية على مستوى الجمهورية، كما تم ضبط 29 قاضية مخالفة لقانون الري والصرف وضبط 5 قضايا مخالفة لقانون الملاحة.